الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بمؤتمر سيدر مثل ما بتعرف أقرت جملة من الإصلاحات اللي التزمت فيها، وبالتالي المجتمع الدولي رح يتابع هذا الأمر قد ايه التزام لبنان بهذه الإصلاحات. الإصلاحات تتضمن مكافحة الفساد، إحدى النقاط الأساسية ببرنامج الحكومة اللبنانية، وأيضاً في قانون جديد للمناقصات. إضافة إنه هذه المؤسسات تعتمد معايير دولية، يعني القرض اللي بيجي من البنك الدولي هو خاضع لإجراءات ومراقبة البنك الدولي. القرض اللي بيجي من البنك الأوروبي للاستثمار خاضع لمعايير أوروبية وأيضاً رقابة. هذا الأمر هن بالنسبة له مرتاحين له، وهول المؤسسات مش أول مرة بيتعاملوا مع لبنان، عندهم يعني فكرة واضحة عن الواقع اللبناني والوزارات ومجلس الماء والأعمال. لا يمكن حدا يقدر يحكينا عن محارب عن إصلاح بلبنان بدون محاربة الفساد. المشكلة إنه الفاسدين بينتموا لكل الأحزاب. هل الأحزاب رح تقيم الأغطية عن الأشخاص اللي موجودين عندها يلي هن متورطين؟ أنا باعتقادي الشخصي ما فينا نجاوب قبل ما نشوف الأحداث. إن شاء الله يكونوا جديين بهالمرة. باعتقادنا نحن أنه الضغوطات الداخلية والضغوطات الدولية وخاصة ضغط البنك الدولي فيما يخص الكهرباء، باعتقادنا أنه عم تلعب دور إيجابي، ممكن أنه نتوصل لحل. هل الحل رح يكون مثالي؟ لا، أكيد مش رح يكون مثالي، لأنه الفساد ما فينا نقضي عليه هيك مثل ما بقولوا بكبسة زر. البنك الدولي وصف بتقريره عن لبنان ب 15 اكتوبر 2018 وصف قطاع الكهرباء بالإيموراجي، يعني معناتها نزيف. وعادة هذه كلمة لا تستخدم بالاقتصاد أو بالمالية العامة، ولكن هذه تستخدم بالطب. لما واحد بيكون نزيف يعني معناتها بيكون بمرحلة الموت. فإذا تخيل لأي مرحلة البنك الدولي عم يوصف لبنان نتيجة هالقطاع الكهرباء. لذلك أنا باعتقادي رح يصير في حل مشكلة الكهرباء، ولكن ما بنعرف أي نوع من الحلول. اللي فينا نقوله كاقتصاديين إنه أي حل رح ينعمل هو أفضل من الواقع الحالي. غد العربي